مساء الخير. طقس شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تأثر طقسنا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان، حامل معه تساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وبرق ورعد ورياح ناشطة أحياناً. الحرارة الليلة معتدلة، رطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج، حرارة مياهه 17 درجة. ليلة طقسنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتشتد غزارتها خلال الليل وبتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. لبكرة الجمعة طقسنا غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة خصوصا بفترة الصباح مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وبيتحسن الطقس تدريجيا بفترة المساء وتكون جليد على الطرقات الجبلية. انتبهوا منيح بالسواقة. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 710 مليمتر، السنة الماضية 582، والمعدل العام هو 850 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، على المرتفعات 4 بالبقاع درجتين تحت الصفر وبالأرز 4 تحت الصفر. نبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل سرار 14-15 بجبل محسن، حصرون درجتين، العقورة 7، عرسال 8، بعبدة 16، المختارة 8، مغدوشة 16، وعين عطا 10 درجات. رطوبة بتتراوح بين 55% و90%، حرارة سطح المي 17 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 20 و50 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 11 و16 درجة مع تساقط أمطار، السبت بين 12 و17 درجة، والأحد بتتراوح بين 12 و19 درجة والطقس عم بيكون صافي. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت و25 درجة، عمان 12، القدس 12، القاهرة 22، الجزائر 22 أيضاً، أثينا 18، برلين 10، ولندن 10 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.